السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت باش نوري لكم كيما وعدتكم في الفيديو اللي فات كيفية تانية من عجين البنية الاقتصادية تاع البحر اللي درناه من قبل. واللي حبت تشوف الفيديو مازال ما شافتوش تلقى الرابط تاع الفيديو في صندوق الوصف. من هادوك لي شوت اللي نحيناهم واللي قعدوا لنا من لاباط راح نديرو احلى بنية بالقرفة والسكر على شكل تشوروس. هذه الطريقة وتدبيرة راح تخرج لنا تبسي تاع بنية ببنة مخالفة ومختلفة على واش مدارين ناكلو. راح تشبه شوية لي تشوروس كيما قلنا، وراح تشبه شوية تاني لي بغيتزال لا كانيل، بصح بعجينة خفيفة وهشيشة عليهم. وهذاك الدوق تاع القرفه راح يمد لهم نسمه خاصه وجديده للناس اللي ماشي مداريه تاكل القرفه مع العجائن ولا مع الخبز. نتمنى تجربوها يا لو كان وحده وتردوا لي الخبر. ويلا ما عجبتكمش ديروهم بالسكر وراح تتحصلوا بهذوك لي شوت على صحن بس به من حلوه خفيفه ظريفه للقهوه ولا للقوتي. وصفه صيفيه تفكرنا في لي فاكونس وفي ايام البحر والتحواس، وخاصة سهلة وتندر في رمشتعين. الو، هذيك العجينة تاعنا اللي قعدت من لي بيني اللي درناه من قبل. وللتذكير مرة تانية، هادوك لي شوت لازم يعاودوا يخمروا. كي نحوهم من لي بيني لازم نغطوهم ونخلوهم يخمروا مرة اخرى. كي تخمر العجينة نحلوها بهذه الطريقة، وأنا توجور نحلهم على شكل مستطيل ونقطع خطوط طوال باش نتحصل على أصابع كيما أصابع تشوروس. هكذا منعاودش نخمر لي شوت لي خرجولي إذا درت شكل آخر. هاد التقطاع اللي نديرو راح ينقص لي الخدمة وراح يعطيني كمية معتبرة اللي تكفي كامل العائلة. نقليهم كيما راهم ونحطوهم على جهة. من بعد ما قلينا العجين تاعنا نروحو نوجدو السكر ونخلطولو شويه قرفه. القرفه هنايا على حسب الرغبه ديالكم، تحبوا تكثروا تحبوا ما تكثروش. بصح كاينه برك حاجه نقول لكم للناس اللي ما تحبش القرفه، فهاد الطريقه ما راكمش كاع راح تحسوا بها. انا شخصيا ما كانش تعجبني القرفه، بصح هكذا وليت ناكلها وتعجبني. ولادي موتوا على هاد لي باتوني على كانال. درك نروحو نكملو كامل هاد لي باتوني نرمدوهم ونعاودو نولو.
شفتوا الله يبارك، غير من لي شوت تاع العجينه تاع لي بينيي خرجنا ان تري بون اسيت تاع لي بينيي على كانال ولا لي باتوني على كانال فاسون تشوروس. كنا درنا بالعجينه الاولى ان كونتيتي لاباس بها من لي بينيي، ومن لي شوت تاعها درنا تاني كميه معتبره تاع هذوك الاصابع بالقرفه. قلت لكم عجينه سحريه وفيها البركه ما شاء الله، نتمنى تجربوها وتخلوا كومونتير، واللي مازال ما اشتركش يشترك وديروا لايك وشير وشكرا. Et à l'occasion du 1er juillet, je profite pour féliciter le Canada et dire Happy Canada Day, bonne fête du Canada.